السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع قسنطينة، وبالضبط في مدينة قسنطينة، لنقف على الأشغال نتاع الأنفاق والطرقات ما بين الجسر العملاق تاع صالح باي بقسنطينة، و يعني باتجاه طريق السيارة شرق غرب. إذا رانا هنا في مدينة قسنطينة ونشوف الجسر العملاق هنا، هذا هو هنا الجسر فوق الواد واد الرمال، هنا واد نتاع قسنطينة، وهنا نشوف الامتداد تاع الجسر هذايا باتجاه طريق السيارة شرق غرب. وهنا نشوف اشغال نتاع المحول الزيادية اللي يسموه. نشوف هنا الاشغال تاع النفق الارضي على مستوى حي زيادية شرق مدينة قسنطينة، واللي راه يعني على امتداد الطريق هذا المزدوج، طريق السريع اللي يربط إذن جسر صالح باي هنا على في وسط قسنطينة باتجاه إذن طريق السيار شرق غرب. شوف هنايا إلى حدود هذا المحول اللي يوصلنا بنفق جبل الوحش هنا، وهنا كذلك نشاهد طريق السيارة شرق غرب. إذا هذا هو المشروع اللي راه قيد الأشغال في وسط مدينة قسنطينة، إلى جانب فيه أشغال أخرى على مستوى الجسر نتاع صالح باي، لأشغال تاع كونفورتمون للجسر والأنفاق الموجودة على مستوى إذن طريق الجسر نتاع صالح باي، وفي أشغال تاع كونفورتمون إذن الأساسات نتاع الجسر، ولمنع التسربات تاع الماء والانهيارات نتاع لي باروال تاع على مستوى المشروع هذا، طريق هذايا. اذا اترككم تتابعون يعني لي ديتاي تاع هذه الاشغال اللي راهي يعني الحقيقه كانت شركه برازيليه، شركه دوارتي البرازيليه، هي اللي قامت بانشاء هذا الجسر الضخم، جسر صالح باي. ثم كان فيه مشاكل نتاع الكونفورتمون تاع الارضيه، تاع انزلاقات الارضيه على المستوى هنا مثلا، فيه انزلاقات، كان في احتمال نتاع انزلاقات، فيه اشغال هنا. نشاهد انه في هذه المنطقه فيه اشغال لتسويه الارضيه ولتفادي الانزلاقات اذا. والى جانب كما قلنا المحول الزياديه لانهاء الطريق هذا اللي يربط وسط مدينة قسنطينة بطريق السيارة شرق غرب. أترككم تتابعون تفاصيل هذه الأشغال في هذه الصور، والسلام عليكم. مشروع استراتيجي بالنسبة لفك الخناق على مدينة قسنطينة. الدولة قامت بإنجاز الجسر العملاق، لكن الجسر العملاق هذا فيه لواحق نتاعو، زانكس نتاعو، باش نربطوه بطريق السيارة شرق غرب، باش نفكوا الخناق على الناحية ولا الجهة الشرقية لمدينة قسنطينة. درك الوقاع يسمى هذا القضية نتاع الانستابيليتي نتاع الأوبراج هذا، هو اللي المشروع، لأن المشروع كان في النهاية نتاعو الحقيقة، لكن اليوم يسمى عاودنا الدراسة التقنية، وفيه شركة نتاع كوشيدار جيو تكنيك اللي راهي قايمة هي المكلفة بالإنجاز تاع المشروع. المشروع هذا عرف تأخير، نقولوا بلي عرف تأخير، لأنه كانت الدراسات ماهيش ناضجة، يعني تيتا ماتيري من طرف مكتب الدراسات وعرف التأخير. درك الحمد لله دراسات على حساب مكتب الدراسات راهي الأمور تعينا منها، المقاولة على رولونسي لو شونتي
وسيد المدير العام رئيس المدير العام راه معنا هنا ماذا بيا الامور تبقى بنفس لاكادونس هذه لان المواطن القسنطيني ينتظر في المشروع هذا اللي الحقيقه طال الامد نتاعو وهو محل تعليقات كذلك في كل احنا كمسؤولين نخرجوا المواطنين المشروع طولتو المشروع كذا بالفعل احنا دروك في الجهه الشرقيه انجزنا الطريق طريق المزدوج تاع جبل الوحش باش نربطوا المدينه ويصبح قسنطين عندها مدخل شرقي ولازم كان لازم باش نعمقوا الدروس الدراسات باش نقدروا نصيب واحد نهائي لان هذا الانزلاق التربه هذايا ظاهره معروفه في قسنطينه لكن حنا نشوفوا بلي رانا نديروا دي نوتيفيكاسيون رانا نديروا رانا باش نتبعوا هذا الانزلاق هذا ونشوفوا بلي راهو يكون ستابيليزي.